السؤال رقم 16: An 80 kilogram box is being towed at a steady speed by 80 newton force أو 80 newton at a 30 degrees angle from a horizontal surface. إذا being towed معناه مربوطة بحبل، والحبل هذا إذا التنشن تاعه هي 80 نيوتن على زاوية 30 درجة. The upward force N اللي هي القوة المعامدة due to the contact surface on the box has a magnitude of. إذا المطلوب هو قيمة القوة المعامدة أو النورمال فورس. إذا أذكر steady speed معناه A يساوي صفر، بمعنى F net تساوي صفر. أوكي، إذا F net تساوي MA تساوي صفر. لهنا ذكرت قيمة الكتلة وقيمة التنشن والزاوية 30 درجة. إذا التنشن، الزاوية والقوة N، هذا هو المطلوب. إذا شدة القوة N والوزن W، وبما أنه مجموع القوى يساوي صفر، إذا لا يمكن أن أكتفي بالقوى الثلاث هذو اللي هما N و T و W، يجب أن أضيف احتكاك إلى اليسار FK. لماذا؟ لأنه T سوف يكون لها مكونة TX اللي هي T cos theta إلى اليمين، وهذه يجب أن يكافئها إلى اليسار قوة لكي يكون المجموع على X يساوي صفر. إذا حتما هذا التمرين لم يكتب فيه المعلومة بالنسبة للاحتكاك، ولكن يجب أن نفهم أن الاحتكاك لازم باش يكون عندي إذا شرط المجموع يساوي صفر. إذا نكتب أن F net تساوي صفر، وتساوي إذا مجموع القوى الأربعة. أوكي، نذكر دائما لو كانت فقط القوى الثلاث بدون احتكاك هذا لا يمكن أن يساوي صفر. إذا البروجكشن على X يعطيني إذا ناقص FK زائد T cos theta، هذه بطبع TX، أوكي، يساوي صفر. هذه غير مفيدة، it's not needed. أوكي، إحنا اللي يفيدنا الآن هي البروجكشن على الـ Y. يعني إذا على الـ Y N إلى الأعلى زائد T sin theta إلى الأعلى، أوكي، اللي هي TY ناقص W يساوي صفر. ولهذا السبب إذا رسمنا N أقل من الوزن. أوكي، إذا لهناك ربما لاحظتوا أن N إلى الأعلى و TY إلى الأعلى مجموع الاثنين يجب أن يكافئ الوزن. لهذا السبب إذا N يجب أن يكون أصغر أو أقصر من الفكتور W. ونستخرج من هذا المعادلة إذا الـ N اللي هو إذا W ناقص T sin theta، والW هو MG. والتطبيق العددي أمامنا ويعطينا في الأخير 744 نيوتن، أوكي، وهو أقل من MG. أوكي، إذا حسبتوا MG إذا عندكم 80 مضروب ب 9.8 هذا يعطيكم في حدود 800. أوكي، ربما يعطيكم 790 في هذه الحدود هذه. أوكي.